بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه وسار على هديهم ونهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لازلنا أيها الإخوة والأخوات الفضلاء في هذه الدروس المتواصلة في هذه الأيام والليالي المباركات وفي هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ما بقي من أيامه على صيامها، وأن يعيننا على قيام ما بقي من لياليه، وأن يجعلنا جميعا من المقبولين، وأن يجعلنا جميعا من عتقائه من النار ومن الفائزين بجنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تكلمنا بحمد الله عز وجل في الدروس الماضية ما يسر الله سبحانه وتعالى لنا الكلام عنه من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد انتهينا بحمد الله عز وجل من وقفات يسيرة في سير سبعة من العشرة المبشرين بالجنة. تكلمنا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن طلحة بن عبيد الله وعن الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة. ومعنا في هذا اللقاء صحابي جليل وعظيم من عظماء الإسلام، فاتح عظيم وقائد من قادة الإسلام العظام وبناة دولة الإسلام، له مناقب جمة، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، خال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ثامن العشر المبشرين بالجنة، وبقي التاسع وهو سعيد بن زيد، ثم عاشرهم وهو أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل له مناقب كما قلنا جمة وفضائله كثيرة، بشره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة وهو لا يزال يدب على هذه الأرض في أكثر من حديث. وهو كما أسلفت خال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يفتخر بسعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى إنه إذا حضر سعد رضي الله عنه وأرضاه عند النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه عليه الصلاة والسلام يقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، يعني يفتخر بسعد، يقول: أين أخوالكم؟ من منكم له خال مثل خالي سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فمن هو سعد؟ هو سعد بن مالك ابن أهيب الزهري من بني زهرة، ولذلك هو قريب لعبد الرحمن بن عوف، ولذلك في قصة الشورى معروفة بعد أن طعن الفاروق رضي الله عنه، طعنه ذلك المجوسي الخبيث لعنه الله أبو لؤلؤ المجوسي، جعل كما مر معنا الخلافة في ستة: في عثمان، علي، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، طلحة بن عبيد الله، زبير بن العوام رضي الله عنهم المجمعين. ثلاثة تنازلوا لثلاثة، فسعد بن أبي وقاص تنازل لعبد الرحمن بن عوف لأنه زهري من بني زهرة، أحد بطون قريش المعروفة، لها النسب الشريف العريق. ولذلك آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، ولذلك هو خال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني زهرة. فهو سعد بن مالك بن أهيب الزهري القرشي المكي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كنيته أبو إسحاق، هذه كنيته رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو إسحاق. وكما قلنا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما. تقول ابنته عائشة يرحمك الله، تقول ابنته عائشة بنت سعد بن وقاص رضي الله عنها، وهي تصف أباها، تصف صفته الخلقية، وأنا حقيقة أحاول يعني كما تعلمون في كل درس وفي كل صحابي بعد أن أذكر نسبه ومولده أن أرى يعني من كتب أهل العلم ممن وصف صفته الخلقية، حتى
يكون أدعى للتصور وأن نعيش سيرة هذا الصحابي. فتقول إمامته عائشة رضي الله عنها تقول: كان أبي رجلا قصيرا، كان أبي رجلا قصيرا دحداحا، دحداحا يعني بدينا قصير وفيه سمن رضي الله عنه، غليظا، ليس غليظ الأخلاق حاشاه رضي الله عنه، تعني غليظ اللحم يعني متماسك ذا بنية قوية. قالت: ذا هامة، الهامة الرأس، يعني ذا رأس ضخم، شثن الأصابع، شثن الأصابع، أصابعه فيها قصر وفيها سمن وغلظ. قالت: أشعر، يعني كثيف الشعر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن هذه صفته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أسلم قديما، فهو كما تعلمون من السابقين الأولين إلى الإسلام، حتى يقول رضي الله تعالى عنه وهو أسلم على يد أبي بكر الصديق كما مر معنا مرارا، من فضائل الصديق الأكبر أنه أسلم على يد هؤلاء القادة العظام، خمسة من العشرة المبشرين بالجنة، منهم سعد بن أبي وقاص. أسلم سعد رضي الله عنه وأرضاه وله 18 سنة، أو له 17 سنة، 17 سنة وهو شاب يافع فتي. تفرس وتوسم فيه الصديق رضي الله عنه وأرضاه النجابة والقبول وحسن الأخلاق والمعدن الطيب، فعرض عليه الإسلام فقبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأسلم. يقول عن نفسه سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا قال عنه غيره من الصحابة وهو يفتخر وحق له أن يفتخر بذلك، يقول: لقد أتت علي يوم وليلة وأنا أمثل ثلث الإسلام. تأمل في هذه الكلمة جيدا، منقبة عظيمة، هو يفتخر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحق أن يفتخر مثل سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يقول: أتى علي زمان، يوم وليلة مرت علي في حياتي، يوم وليلة 24 ساعة يعني، وأنا أمثل ثلث الإسلام. يعني بكلامه أنه كان ثالث ثلاثة، كان ثالث ثلاثة، يعني لم يكن معه من الرجال قد أسلم إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وسعد بن أبي وقاص، إذن يمثل ثلث الإسلام. منقبة عظيمة، فضل عظيم. ثم يقول هذا، يعني هو جعل هذا اليوم تاريخا في حياته، يوم عظيم، يفرح إذا ذكره ويفتخر إذا ذكره ويحدث الأجيال التي بعده. رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما انتشرت الفتوحات الإسلامية واتسعت رقعة هذه الأمة العظيمة، وهو ممن عايش الفتوحات الإسلامية كما سنذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عايش حتى بعد زمن معاوية رضي الله عنه وأرضاه، توفي في خلافة معاوية في سنة 56 أو 55 للهجرة، يعني عايش زمن الفتوحات الإسلامية العظيمة. فيعني كأنه يقول لمن يستمع إليه من التابعين وجند الإسلام، يقول لهم: وأنتم ترون هذا الفتح العظيم وهذه الفتوحات واتساع الرقعة، رقعة هذه الدولة العظيمة مترامية الأطراف، يقول: لقد كنت ثالث ثلاثة، أمثل ثلث الإسلام، ما في إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وأنا من الرجال الذين أسلموا. ثم بعد ذلك طبعا دخل السابقون الأولون في دين الله تبارك وتعالى بعد ذلك، لكنه يحفظ هذا الموقف وهذا اليوم جيدا وهذا التاريخ لأنه يفتخر فيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه من مناقبه أنه أول رام رمى في الإسلام، أول مسلم رمى سهما في سبيل الله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما في غزوة أحد التي شارك فيها رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي سعد، فداك أبي وأمي. هذه كبيرة من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كبيرة في الفضل،
في حق من ذكره في حق من ذكرها في حقه وهو سعد رضي الله عنه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفدي أحدا بأبويه إلا سعدا، فإني سمعته يوم أحد يقول ارمي سعد فداك أبي وأمي. إذن هذه منقبة عظيمة ومشهورة يعرفها القاصي والداني ويعرفها عموم المسلمين. لو قلت لأي مسلم من الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي لقال سعد. أصبحت غرة في جبين التاريخ ومنقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بأبيه وأمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وفضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة كما مر معنا في حديث العشرة. قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة في الجنة رضي الله عنهم أجمعين. إذن بشر بجنات النعيم وهو لا يزال يدب على هذه الأرض، وهو لا يزال في هذه الدنيا. خلاص الجنة مضمونة لسعد بن أبي وقاص، هذا معنى أنه بشره في الجنة. ولذلك كما سنذكر الآن إن شاء الله تعالى أنه في آخر حياته عندما احتضرته الوفاة بكت ابنته عليه حزنا عليه، فقال لها يا بني لا تبكين، فوالله إن الله لا يعذبك لا يعذب أباك. شوف يقسم عن يقين يقول والله إن الله لا يعذب أباك. ليش تبكين؟ والله إنني من أهل الجنة، يقول هذا هو رضي الله عنه. طبعا قال هذا ليس تخرصا وادعاء ورجما بالغيب وتألها على الله، لا، إنما قال هذا يقينا وتصديقا لكلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن الآن كما تعلمون معتقد أهل السنة والجماعة أننا ما نشهد لأحد بجنة ولا بنار، ما نقول فلان بعينه في الجنة وفلان بعينه في النار، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. لكن يقولون ولكن من شهد له الله سبحانه وتعالى بالجنة أو شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بالجنة، ومن شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالنار شهدنا لهم بالنار. فنحن نؤمن ونوقن ونصدق بأن فرعون بالنار كما قال الله تبارك وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نؤمن ونشهد ونصدق بأن أبا لهب في النار، وأن أم جميل زوجه في النار، وأن قارون في النار، وأن أبا جهل في النار، وأن أمية بن خلف في النار، وأن عقبة بن معيط في النار، وأن أبا طالب في النار. لماذا؟ لأن جاءت النصوص الصريحة الواضحة ببيان ذلك. كما أننا نشهد لمن شهد له الكتاب والسنة أنه في الجنة، منهم أبو بكر العشرة كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم قال وسعد في الجنة. خلاص إذن هو من أهل الجنة، هنيئا لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى. ومع ذلك إخواني وهذه فائدة عظيمة نأخذها من سير هؤلاء القادة العظام وهؤلاء القمم الشامخة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، أنهم ابتداء من سيرة أبي بكر إلى الآن ونحن في سيرة 18 سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وجميع الصحابة رضي الله عنهم حتى من بشرهم بالجنة صلى الله عليه وسلم لم يحجبهم أو لم يمنعهم ذلك من الطاعة والاجتهاد في العبادة. يقومون الليل يبكون بكاء مرا، يصومون النهار، يتصدقون بأموالهم، يجاهدون في سبيل الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يدعون إلى الله سبحانه وتعالى. إذن يجتهدون في الطاعة مع أنهم بشروا بجنات النعيم وهم لا يزالون يدبون على هذه الأرض. إذن هذه من مناقبه رضي الله عنه وارضاه. جاء في قصة يعني تروى في كتب التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين نفر من أصحابه فرنى ببصره، يعني نظر
عليه الصلاة والسلام ببصره إلى الأفق في إصغاء كأنه يتلقى همسا وسرا، ثم نظر في وجوه أصحابه صلى الله عليه وسلم وقال لهم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. وأخذ الصحابة يتلفتون ليروا هذا السعيد الذي سيطلع عليهم الآن، بشر بهذه البشارة العظيمة. قال: فإذا سعد بن أبي وقاص آت وقد سأله عبد الله بن عمرو بن العاص أن يدله على ما يتقرب به إلى الله من عبادة وعمل. يعني عندما وقعت هذه البشرى على سعد بن وقاص كان الصحابة حريصين على معرفة أسباب الخير والطرق التي توصل الإنسان إلى جنات النعيم. فقام عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل العابد الزاهد، قام إلى سعد بن وقاص وقال: ماذا تصنع؟ ما هي أعمالك لنتأسى بك لننال هذه البشرى كما نلتها أنك بشرت في الجنة؟ فقال سعد له: قال: لا شيء، لا شيء أكثر مما نعمل جميعا ونعبد. يعني أنا عبادتي نفس عبادتكم، لي حظ من الليل كما لكم حظ من الليل، لي حظ من الصيام كما لكم حظ من الصيام، من القرآن كما هو سائر المسلمين. قال: غير أني لا أحمل لأحد من المسلمين ضغنا ولا سوء. طبعا القصة الأخرى أنه قال، وهي كانت يعني محل نظر من حيث الإسناد، أن ليس فيها تعيين سعد بن وقاص، لكن نفس هذه القصة ونفس الرجل الذي سأل عبد الله بن عمرو بن العاص قال له، قال: فبهذه، أو كما قال، يعني كان سعد رضي الله عنه وأرضاه سليم الصدر. وهذه إخواني لا يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قد يكون الإنسان عابدا زاهدا قواما صواما ذاكرا بكاء قارئا تاليا للقرآن الكريم، ولكن مع هذا سبحان الله لا يكون صدره سليما على إخوان المسلمين. فمثل هذا قل ما يفلح. على العكس، لو كان الإنسان قليل العبادة، يعني يؤدي الفرائض ويحاول أن يؤدي ما استطاع من النوافل ولا يقع طبعا في المحرمات، وصدره سليم وقلبه لا يحمل حقدا ولا حسدا ولا غلا على إخواني المسلمين، هذا يرجى له أن يكون مع السابقين الأولين. لذلك سلامة الصدر وسلامة السريرة. شوف سبحان الله، الشيخ بن باز، من الذي يكره الشيخ بن باز؟ ما تجد أحد يكره الشيخ بن باز، حتى الذين يخالفونه، يعني يخالفون في المنهج وكذا، أو لا يعرف من هو بن باز، لكن ما تجد أحد، ما سمعت أنا أحد يكره بن باز. أحد طلبته المقربين له يقول: سألت الشيخ مرارا، قلت له: يعني يا شيخ، أنت هذه السمعة الطيبة التي حصلتها وهذه المحبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في نفوس عباده لك في مشارق الأرض ومغاربها، أنا كنت في أمريكا، إذا أشكل علينا أمر ونقل لنا أحد الأخوة قال ترى يا جماعة الخير أفتى بن باز فيها انتهى، محل ثقة أصبح ومحبة عند جميع طائف المسلمين. فهذا الطالب يقول له: يا شيخ، مو معقولة أنت حصلت هذا الأمر فقط في يعني بمجرد العلم، يعني يقصد غيرك من العلماء عندهم هذا العلم، لكن لم يكن لهم هذه المكانة في قلوب المسلمين وهذه المحبة في قلوب المسلمين. حتى إن جنازته عندما توفي رحمه الله قبل تقريبا 10 سنوات ذكرت المسلمين بجنازة أحمد بن حنبل وابن تيمية، فكان الشيخ يرفض من تواضعه. في يوم من الأيام ألح عليه هذا الطالب، قال له: أبيت وصدري سليما على المسلمين. هذه إخواني، هذه والله هي العطية، أن يعطى الإنسان هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى، أن يكون سليم الصدر على المسلمين مهما سمع من إخواني. ولذلك شوف الشيخ الآن، واسمعوا أشرطته، لنتعلم مثال واقعي. دائما سبحان الله ينقل له، يقول: يا شيخ، قال فيك فلان، يذكرون رأس من رؤوس المبتدعة،
فيسأل الشيخ له الهداية، يقول سلوا له الهداية، الله يوفقنا وإياهم، نسأل الله هداية الجميع. قلما يختم درسا من دروسه أو فتوى من فتاويه رحمه الله إلا ويقول هذه العبارة، نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع. سليم الصدر حتى على المبتدعة، حتى على المخالفين، رحمة الله رحمة واسعة. فهذه إخواني تحتاج إلى جهاد، تحتاج إلى معاناة، تحتاج إلى مصادمة لهوى النفس، تحتاج إلى عناء جهاد، أن يزكي الإنسان نفسه، أن تسل سخيمة الصدر هذه ليكون سليم الصدر على إخوان المسلمين. فهنا سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان كذلك. عندما أسلم وأسلم صغيرا كما تعلمون وعمره 17 سنة، كانت أمه كانت مشركة تريد أن ترد سعدا عن الإسلام، يترك دين التوحيد ويرجع إلى الشرك والوثنية والعزلة. ماذا فعلت أمه؟ طبعا الأم ما تقدر، يعني مو نفس الرجل تقوم وتعذب وطق بصياط وتجر على رمضاء، ما تقدر. فماذا فعلت؟ سلكت أسلوبا آخر ضغطا نفسيا لم تسبق إليه. في مكة أول واحدة أدت فعلت هذا الأسلوب أم سعد بن وقاص. ماذا فعلت؟ أضربت عن الطعام، امتنعت عن الطعام أياما، وقالت والله لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى ترتد عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. ضغط نفسي لم يلتفت إليها سعد، لم يلتفت. يوم يومين ثلاثة أربعة خلاص أشرفت على الهلكة، كادت أن تموت، هي راكبة راسها وهو أبد مصر على ما هو عليه من الحق. ذهب أحد الناس من أقربائه، يعني واسطة خير بينه وبين أمه، فذهب إلى سعد قال يا سعد، لتأتي أمك ولتلقي عليه النظرة الأخيرة خلاص بتموت، وهم يريدون لعله أنه إذا أتى ورآها ممددة على الفراش وهي تجود بنفسها والروح تخرج خلاص، ربما يرق لحالها فيرتد عن دين الإسلام. ضغط نفسي. فعندما أتى رضي الله عنه وأرضاه، انظر للثبات، ورأى أمه ممددة، أمه، والأم لا تحتاج إلى مزيد بيان، الإنسان يقدمها على نفسه وعلى روحه وعلى عياله، أمه. ليس هناك في الدنيا عند ابن آدم أغلى من أمه. فرآه بهذه الطريقة ممددة على الفراش وهي على، يعني قد أشرفت على الهلاك، فقال لها يا أمه والله لو أن لك 100 نفس فخرجت ما رددت عن ديني طرفة عين، فكلي واشربي أو دعي. يعني كيفك؟ هذا موقفي. ليست لو كانت لك نفس واحدة، لو كانت لك 100 نفس وخرجت أمام عيني ما ارتددت عن ديني طرفة عين، فكلي واشربي أو دعي. كيفك عاد انت؟ بصرك بتاكلين وتشربين ولا بتتركين؟ فعندما رأت صلابته أكلت وشربت رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك نزل قول الله تبارك وتعالى من السماء، قول الصحابة، مواقف الخالدة، القرآن الكريم خلد ليس أسماءهم، خلد مواقفهم، ونزل القرآن على لسانهم وفي بيان حالهم رضي الله تعالى عنهم. يقول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. جاهداك، نفس الآن أم سعد رضي الله تعالى عنه جاهدت، حاولت، ضغطت، يعني مارست الضغوط إلى أقصى درجة وإلى آخر لحظة، ثبت. فلا تطعهما ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة، قل لهما قولا معروفا، وإن كان مشركين، وإن كان ضالين، وإن كان منحرفين، وإن كان، يعني والداك، يدعوانك إلى الكفر وليس بعد الكفر الذنب، كما هنا نص واضح صريح نزل في هذه القصة التي وقعت لسعد. من مناقب سعد بن أبي وقاص
أنه كما يقول العلماء كان له سلاحان، كان سيفه ورمحه وكان دعاؤه، الدعاء، كان مجاب الدعوة. سعد بن أبي وقاص إذا دعا بدعوة مجابة، يقين مجابة، ما تقول يمكن الله عز وجل يستجيبها، قد يؤخرها الله، لا، مجابة، دعا انتهى الجواب على طول. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يحسبون لسعد 1000 حساب. وذكروا في ذلك قصصا، يعني وقع له قصة مع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، موقف معين، فأراد سعد أن يدعو فتوسل إليه عمر أن يعفو عنه فعفى عنه. وقصة أخرى مع صحابي آخر أيضا أراد أن يدعو، طلب منه أن لا يدعو، مروان بن الحكم أحد الأمراء، كان عنده أحد الناس جالسا، فقال مروان كلمة، قال إن المال مالنا، يعني هو أمير، قال المال مالنا، نعطيه من نشاء ونمنعه من نشاء. فهذا الجالس نقل هذه الكلمة لسعد بن وقاص، قال إن مروان يقول إن المال مالنا، نعطيه من نشاء. فقال سعد المال مال الله، أأدعو؟ يهددهم. فجاء مروان وقال لا، أكفف يا أبا إسحاق. إلى هذه الدرجة كان مستجاب الدعوة. ولذلك مما وقع له رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قبل أن نذكر موقفه في القادسية ومعركة المدائن، فتح الفتوح، المعارك الشهيرة في خلافة الفاروق، من مواقفه التي يبين أنه مستجاب الدعاء، عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته جعل سعد بن أبي وقاص واليا أميرا، يعني على البصرة، على الكوفة. وأهل الكوفة والبصرة بشكل عام دائما أهل مشاكل، ما الولاة ما يرتاحون معهم، دائما مشاكل تشغيب. فكان عمر رضي الله عنه كما تعلمون يتابع عماله، يعني يحط والي على البصرة، والي على الكوفة، والي على مكة، ويحرص أول شيء ما يحط واحد إلا بعد أن يكون خبيرا بمعدنه وصفاته. يعني شوفوا الآن سعد بن وقاص من العشرة حتى يكون له عذر عند الله سبحانه وتعالى، لا يتركه وإن كان سعدا، يبعث عليه العسس ليسألوا أهل هذه المدينة عن واليهم. فقال أحد الناس من أهل الكوفة، شوف أهل المشاكل، قالوا إن سعدا لا يحسن أن يصلي بنا، سعد بن وقاص ما يعرف يصلي. يقول هذا نفس اللي قال حق الإمام البخاري، يقول عن الإمام البخاري، يقول عنه هم أهل الكوفة، هم أهل العراق عندما أتى إليهم، وقال بعضهم هذا البخاري ما يعرف يصلي أصلا. فقيل لأبي عبد الله محمد إسماعيل البخاري، فقال لو شئت لسردت لهم 100 حديث في الصلاة قبل أن أقوم من مقامي هذا، ودهما يصلي الذي يحفظ 700,000 حديث بأسانيده عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن يصلي. المهم فقالوا إن سعدا لا يحسن يصلي. وصل الكلام إلى عمر في المدينة، عمر فأرسل خطابا بالبريج المستعجل إلى سعد بن وقاص أن ائتنا. فجاء سعد من الكوفة العراق إلى المدينة، قال نعم يا أمير المؤمنين، قال إن أهل الكوفة يقولون إنك لا تحسن أن تصلي بهم. فضحك سعد، هكذا الرواية، ضحك رضي الله عنه، قال والله إنني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أطول في الأوليين وأقصر في الأخريين كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد سعد أن يبقى في المدينة ولا يرجع، أمثال هؤلاء ما هم كفوا أن يكون عليهم والي مثل سعد رضي الله عنه، هؤلاء بهم الحجاج بن يوسف الثقفي الذي يقول إني رأيت رؤوسا قد أينعت وحان قطافها، مثل أبو جعفر المنصور، هؤلاء الناس الذين يضربون بيد من حديد فتستقيم الأمور، أما مثل سعد رضي الله عنه ما يصلح لي مثل هؤلاء. فأصر عليه عمر فرجع إلى الكوفة. جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، طبعا عمر اطمأن وقال هذا الظن بك يا أبا إسحاق،
لكن حبينا نتأكد. رجع عمر ويسأل أهل الكوفة مرة أخرى بعد فترة، فسأل مساجد الكوفة، جميع مساجد الكوفة مدحوا سعدا إلا مسجدا واحدا. يدخل الرجل يقول مبعوث عمر ما تقنى في سعد؟ الكل يقول تمام ما شاء الله عليه، جميع المساجد مسجد واحد، ما تقنى في سعد؟ الكل مدحه. فقام رجل اسمه أسامة بن قتادة يكنى بأبي سعدة، فقال أما أنك أنشدتنا، يعني شوف 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 الخبيث، يقول أنا ما ودي أتكلم بس ما دام أنك أنت ألحيت علينا بتكلم، يعني كان يخفي أمرا عن سعد. قال فإن سعدا، شوف الافتراء، قال فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم أو ولا يقسم بالسوية ولا يعدل بالقضية، لا يسير بالسرية، ما يجاهد، القائد العظيم ما يجاهد، يقول الذي فتح العراق وفارس ما يجاهد، يقول لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية، إذا حصل غنائم يحابي ناس ويبدع الناس، ولا يقضي ولا يعدل بالقضية، وإذا قضى بين الخصومة ما يعدل، يجور بالقضاء. سمع سعد هذا الكلام فقال أما إني سأدعو بثلاث، راح شفي هذا، قال أما إني سأدعو بثلاث، فرفع يده وقال اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره، شوف الدعوات، فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. مرت السنوات والأيام وإذا هذا الرجل الذي دعا عليه سعد قد أطال الله عمره وأطال فقره، رؤي لا يكاد أن يجد كسرة خبز ولا شربة ماء، ورؤي جالسا على قارعة الطريق كما نقول في البلقوسين بالعامية على العاير جالس، وقد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، ماذا يصنع؟ يغمز الصبايا، يتحرش بالبنيات، خزي، مهانة. وكان هذا الشيخ الكبير إذا سئل يقال له من المارة استحل وجهك أبو دارك، بلغت من عمر عتية تفعل هذا الفعل؟ فيقول شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. إذا كان المظلوم يقول الله تبارك وتعالى عن دعوته يرفعها رب العزة والجلال ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. إذا كان المظلوم، أي مظلوم حتى لو كافر، شوف حتى لو كافر إذا دعا على من ظلمه مشكلة، ما بالك أن يكون صحابيا، ما بالك أن يكون من المهاجرين من السابقين من العشرة، ما بالك إذا كان سعدا مجاب الدعوة، كيف؟ لذلك رضي الله تعالى عنه هذا من مواقفه العظيمة الخالدة التي أيضا خلدها له التاريخ وعرفها له الناس أنه كان مجاب الدعوة. نذكر سريعا حتى نختم من أحداثه أو من الأحداث العظيمة في حياة سعد بن أبي وقاص، عندما أراد الفاروق رضي الله تعالى عنه أن يفتح بلاد فارس ووقعت المعركة الشهيرة، وكان المسلمون سيلتقون بالفرس في القادسية في بلاد العراق، معركة فاصلة القادسية، أراد عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذه من المعارك الفاصلة، أراد أن يقود الجيش بنفسه، ولكن أشار عليه أهل الرأي والمشورة من أمثال عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وزراؤه، أشاروا عليه أن يبقى، خصوصا علي بن أبي طالب أشار عليه بأن يبقى، قال أنت ردء الإسلام وأنت رأس المسلمين، إذا خرجت وانكسرت مشكلة، لا ابقى هنا واحمي بيضة الإسلام في المدينة النبوية في عاصمة الإسلام، ولتذهب القادة والجيوش يقاتلون، إن انتصروا بحمد الله، إن هزموا فأنت بقيت رأس الإسلام. فمال عمر رضي الله عنه إلى هذا الرأي الحكيم وبقي في المدينة. الآن بقيت المشكلة، من الذي سيختاره عمر رضي الله عن عمر؟ وعمر كما أسلفنا كان خياره صعب، يبقى الليالي والأيام ذوات العدد،
يتصفح الوجوه وينظر في السير وينظر في الرجال، مع أنهم جميعهم قادة وجميعهم عظماء، ولكن يريد أن يختار قائدا فذا لمثل هذه المعركة الفاصلة. فقال للصحابة الكبار، لعثمان، لعلي ولغيرهم، محمد بن عوف، قال: لا أحد يكلمني، كل واحد يدخل الآن إلى خيمته وإلى بيته، يجلس فيه كما يقولون صفاء ذهني، وكل واحد يستعرض الرجال والقادة، وقدموا لي الأسماء لأنظر من الذي يكون صاحب الحظ، من الذي سيكون أهلا لهذه المهمة. وهم يفكرون إذ بعبد الرحمن بن عوف كأنه كما يقول الناس والمخترعون يقول: وجدتها وجدتها. فأخذ يصيح بأعلى صوته: وجدت الأسد في براثنه. براثن الأسد أين يجلس؟ في مكان مرتفع، سبحان الله، في جلوسه يكون كأنه جالس على عرش يهابه الإنسان وإن كان جالسا في مكانه، فأصبح هذا مثل عند العرب. فقال: وجدت الأسد في براثنه. قال: من؟ قال: سعد بن وقاص. فلم يتردد عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه من تعيين سعد، على طول أصدر قرارا وعين سعد بن أبي وقاص قائدا للجيوش في تلك البلاد البعيدة وفي هذه المعركة الفاصلة. تقدم سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ب30,000 مقاتل، جيش كبير، ب30,000 مقاتل، هو القائد العام لهذا الجيش العظيم، للقاء الفرس الذين أتوا ب1,000 مقاتل. وقلنا إخواني مرارا، سبحان الله، وهذا يعني من موافقات تقدير الله تبارك وتعالى، أن تكون غالبا المعارك الفاصلة، سبحان الله، قد هذا ما يكون مقصود، لكن هذه من الموافقات، تجد سبحان الله أن عدد المشركين يكون 1/3 عدد المسلمين، 1,000 3,000، 3,000 10,000، هنا 300,000، تقريبا ضعفين، يعني 1/3 عدد المشركين. ويتقدم جيش الفرس قائدهم العظيم رستم، قائد عظيم عندهم هذا رستم، تقدم في قيادة جيوشهم 100,000 مقاتل. عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انظروا إلى حرص عمر، كتب كتابا إلى سعد بن وقاص يوصيه قبل خوض هذه المعركة الفاصلة، يقول له: يا سعد بن وهيب، شوف سبحان الله في كتاباتهم ينتقون الألفاظ، لم يقل له مثلا: يا أبا إسحاق، يا قائد المسلمين، أن الآن يريد إيش؟ أن يجعل صادقا مع نفسه، أن يعرف مدى افتقاره إلى خالقه، فكلم حاف بدون ألقاب حتى لا يغتر بما هو عليه. شوف كلام عمر دقيق، قال له: يا سعد بن وهيب، لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب، لا تغتر بما أنت عليه، فإن الله ليس بينه وبين أحد النسب إلا بطاعته، والناس شريفهم ووضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده. اسمع الكلام الجميل، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عند الله بالطاعة، ليس بالنسب والحسب، إنما بالطاعة، فانظر الأمر الذي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا عليه فالزمه، فإنه الأمر. ثم يقول له: اكتب إلي، يقول عمر لسعد، شوف حرص عمر، قال: اكتب إلي بجميع أحوالكم بالتفصيل، وكيف تنزلون، وأين يكون عدوكم منكم، واجعلني بكتبك إلي كأنني أنظر إليكم. يعني أبي وصف تفصيلي، وإن نزلتوا ماذا ستكونون، كيف قسمت الجيش، كيف عبأت الجيش، متى ستهجمون، من قادة السرايا والكتائب تفصيل، كأنني أنظر إليكم، من حرص عمر رضي الله عنه وأرضاه. وكان سعد يكتب إلى أمير المؤمنين فيصف له كل شيء، حتى إنه
يحدد له موقف كل جندي. حطيت فلان في الميمنة، في أول الميمنة، فلان في آخر الميسرة، فلان في المقدمة، فلان في الساقة، بالأسماء بالتفصيل رضي الله تعالى عن الجميع. وقد أوصى عمر سعد بدعوته من الإسلام قبل أن تحاربهم، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسلم تسلم، ما أسلمت الجزية، أبيت القتال. فكان عمر فقام سعد بهذه الوصية، فأرسل سعد رضي الله عنه عندما تقابل الجيشان في القادسية بينهم بعوث، فأرسل سعد رضي الله عنه وأرضاه وفدا. كان المسلمون ينتقون الرجال، ينتقونهم ليفاوضوا الأعداء، سبحان الله، ليعطوا الصورة الصحيحة عن المسلمين. فأرسل سعد لمفاوضة رستم، أرسل النعمان ابن مقرن، وأرسل فرات بن حبان، وحنظل بن الربيع التميمي، وعطارد بن حاجب التميمي، والأشعث بن غيس القيس، والمغيرة بن شعبة، وعمر بن معدي كرب، يدعون رستم إلى الإسلام. دار حوار بينهم. طبعا رستم عندما علم وطلب من سعد، هو الذي طلب من سعد أن يرسل إليه وفدا ليفاوضهم. فعندما أتى هذا الوفد أمر رستم أن يجهز خيمته، فملأوا الخيمة، يعني جلس على الحرير، على سرير من ذهب، ووضع الديباجة والحرير والنمارق، وبسط البسط، وجلس في أبهة عظيمة، وظهر بكامل زينته وحلويه، والحرس والقادة، يعني يريد أن يضفي على نفسه هالة عظيمة حتى ربما تؤثر في هذا الوفد، فينقل هذه الصورة لقائدهم، يؤدي ذلك إلى ضعفه إلى استسلامه، ولكن كان الأمر على خلاف ما يريد. فجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ودخل ربعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، دخل على رستم بثياب صفيقة، ثياب مبتذلة صفيقة، وبسيف وترس وفرس قصير، ولم يزل، يعني ما نزل عن فرسه، في الفرس وعلى الفرس، وبيده الرمح، ويضرب رمح في الأرض إلى أن دخل خيمة رستم وهو على فرسه. طبعا غالب البسط والنمارق قد خرقت من هذا الرمح، فعندما نزل، لأنه كان فطنا، هو كان يعلم، يعني ربما لو لم يقم رستم، هذا القائد الخبيث الفارسي، لو لم يقم بي 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 بهذه الأبهة، تعمد هذا الأمر، لربما ما فعل هذا الصحابي هذا الفعل معه، لكنه أراد أن يعامله بنقيض قصده، يقول أنت فعلت هذه الأبهة سأحتقرها لك، فدخل بحصانه إلى خيمته، والحرس يريدون أن يمنعوا وهو لا يلتفت، بيده يضرب في الأرض، يضرب، دخل الخيمة. ليس هذا فقط، النمارق الوسائد من حرير نزل ولا كان أحد حواليه، نزل من الفرس، ضرب الرمح في الأرض، أخذ لجام الفرس، ثم ربطه بأحد الوسائد من الحرير هذه، وجلس ينظر إليه بثياب الرثة. فقال له، قال له الحرس لربعي، ضع سلاحك، كيف تدش أنت عليه بالسلاح؟ فقال إني لم آتكم، مو أنا اللي جايكم حتى تفرضون علي شحط وشخلي وشلبس، قال وإنما جئتكم حين دعوتموني، فإن تركتموني هكذا وإلا رجعت. فقال رستم إذنوا له، هذا راعي طويلة، إذنوا له رضي الله عنه. فأقبل داخل الخيمة يتوكع على رمحه ويقضض بالبسط والنمارق، فأقبل يتوكع على رمحه فوق النمارق، النمارق اللي هي الوسائد، كما قال سبحانه ونمارق ها مصفوفة، وقال وزرابي ها مبثوثة، لأن البسط تخيل في نعيم الجنة، بسط قد بثت وفرشت في نعيمك أيها المسلم، والنمارق الوسائد صفت، لاحظ تعبير القرآن أو لفظ القرآن، قال نمارق مصفوفة، نمارق مبثوثة، وزرابي مصفوفة، لأن الوسائد إذا بثت هذا فوضى، هي فوضى، مو ما هو جمال، لكن مصفوفة.
فالنمارق الوسائد، وهو نازل يخرق في هذه النمارق. قال فخرق عامتها، فقالوا له ما جاء بكم؟ يقول رستم الآن. قال الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عباده، من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبداً حتى نفضي أو حتى نفضي إلى موعد الله. يعني ما تراجع، لا أظن سنتراجع. يقول له هذا الكلام، هذه رسالة واضحة، ترى ما راح نتراجع، سنقاتلك ما بقي فينا رمق، لأننا أناس نطلب ما عند الله عز وجل. قالوا وما موعود الله؟ قال الجنة لمن مات على قتال من أبى، والظفر لمن بقي. يعني إحدى الحسنيين، إما الظفر والنصر وإما الجنة، شيء ثالث ما عندنا. لو تلاحظون إجابات مختصرة، وهذا يدل إيش؟ يعطي انطباع للآخر أن هذا الرجل صاحب ثقة قوية، ما يلف ودور وقاعد يدندن، لا، جواب مختصر صارم واضح. قال رستم قد سمعتم مقالته، قد سمعت مقالتكم، فهل لكم، طبعا في مترجم ولا هذا أعجم ما يعرف يتكلم عربي، فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا. شوف الآن بدأ التراجع، لو كان قويا ومع 1000 وهذول 300 مشان قال له بره وسنقاتلكم، لكن كون رستم يطلب المهلة دل أنه دب الخوف إلى قلبه من الثقة التي وجدها في هذا الصحابي الجليل. قال طيب احنا سمعنا ايش قلت الآن، لكن امهلنا حتى احنا نراجع وانتم راجعوا ويمكن يصير خير ان شاء الله. فقال له، شوفوا الآن، هذا الآن اللي توسل له وهذا اللي يامر عليه. فقال نعم، كم أحب إليكم، يوم ولا يومين؟ بس ما في أسبوع أسبوعين شهر شهرين، يوم يومين فقط، يوم ولا يومين؟ قال رستم لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا رؤساء قومنا. عدم هلنا شوي، عطنا أسبوعين 3 شهر حتى الراسل. فقال ربعي، قال ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من 3. يعني اسمع الكلام اللي يمد على الشارب، فانظر في أمرك وأمرهم واختر واحدة من 3 بعد الأجل. ما في أراسل وأكتب، خلص لك 3 أيام أكثر ما في. بعد 3 أيام إما أن تسلم فتسلم، وإما الجزية، والجزية محل خلاف في يعني عند الفقهاء، هل تقبل؟ باتفاق أهل العلم أنها من النصارى واليهود تؤخذ، وباتفاق أهل العلم أنها من المشركين لا تؤخذ، واختلفوا في المجوس، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيروا بهم سيرة أهل الكتاب، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية المجوس هجر. المهم يعني قال هنا اختار لكم 1 من 3، قتال، جزية، إسلام، 3 أيام لك بس. خرج، أو قبل أن يخرج قال له رستم، وشوف هذه الـ يعني الجرأة، هذه القوة، مو بس كذي، الصلاحيات اللي عنده، 3 أيام تسلم ولا نقاتلك، صلاحيات، يعني ما قال أراجع وأشوف. فقال رستم أسيدهم أنت؟ أنت قائدهم؟ قال لا، ما شفت قائدنا بعد. قال لا، ولكن المسلمون المفروض المسلمين، بس ما أدري عند المسلمون. المهم، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. هذه قاعدة ترى تقرأها في باب أحكام أهل الذمة، أن لو جاء رجل نفس الآن ترى في وقتنا الآن، الفيزا، أنت لأي واحد مسلم يطلع فيزا حق إسرائيلي يهودي خبيث دخل الكويت، لا يجوز لأي مسلم أن يتعدى عليه بقطرة ماء،
شوفوا الدين الإسلامي العظيم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أم هانئ رضي الله عنها أجارت بعض المشركين الذين أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم، فقالت: يا رسول الله قد أجرتهم، هم في جواري، أعطيتهم الأمان. قال: قد أجرنا من أجرت، خلاص ما حد يتعرض لهم. فهنا يقول أنا ما نسيدهم، لكن إحنا في ديننا أن أي مسلم يعطي الأمان لأحد خلاص له الأمان، ما حيتعرض له. خرج رضي الله عنه ربعي بن عامر، فاجتمع رستم برؤسائه. تعال شوف المصيبة، اجتمعوا برؤسائه فقال: هل رأيتم قط أعز وأرجح كلاما من هذا الرجل؟ معجب. فهنا القادة يعني وجدوا في خور تراخي صاحبنا بدا وهو القائد، فقالوا: معاذ الله أن تميل إلى شيء من هذا، تدع دينك إلى هذا الكلب، هم يقولون وهم الكلاب، تدع دينك إلى هذا الكلب، أما ترى إلى ثيابه؟ الناس عندهم مناظر ما هي مخابر، على العكس. فقال: ويلكم ويلكم، لا تنظرون إلى الثياب، وانظروا إلى الرأي والعقل والكلام والسيرة. ثم قال هذا المجوسي وهو يعرف العرب، قال: إن العرب يستخفون بالثياب والمأكل ويصونون الأحساب، من أشجع الناس العرب وإن كان ثيابهم رثة. بعد ذلك بعث سعد أكثر من رسول لحوار رستم. طبعا في هذه الأثناء في القادسية اشتد المرض بسعد، حتى نختصر، ظهرت الدمامل، الدمل في جسده، حتى لا يوجد موضع من الجسد لو فيه دمل، فلم يستطع أن يتحرك، بل لم يستطع أن يمتطي فرسه، فلم يشارك هذه المعركة. وعندما انتهت المهلة المحددة وبعد أن صلى بهم الظهر قال: سأكبر 4 تكبيرات، وهو على الحصن وليس مع جنده، لم يستطع، أقعده المرض. قال بعد صلاة: سأكبر 4 تكبيرات فسيروا على بركة الله. فكبر رضي الله عنه 4 تكبيرات وأجابه المسلمون بهذه التكبيرات، وكأن الكون يكبر معهم، انطلق هؤلاء الجحافل فشقوا الصفوف، وكان النصر حليفا للمسلمين في هذه المعركة الفاصلة. خرج الفرس، فلول الفرس تفر إلى ديارهم، تبعهم المسلمون حتى نزلوا بالمدائن في عاصمة فارس، وسحقهم سعد بن أبي وقاص سحقا، وأطفأ نار المجوسية إلى الأبد بإذن الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل رسولا في عام البعوث في السنة العاشرة من الهجرة أو العاشرة من الهجرة، نعم، عندما أرسل البعوث أرسل إلى فارس كسرى، فماذا فعل الخبيث؟ قتل مبعوث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: مزق الله ملكه. ولذلك يقول أهل العلم: إن المجوس لن تقم لهم قائمة مهما عملوا. والآن هذه الدولة الخبيثة تعمل في الليل والنهار لتعيد أمجاد المجوسية، لن تقم لها قائمة، مستحيل. سيسلط الله تبارك وتعالى عليها من عبادهم من يكسرون شوكتهم، وإن غدا لناظره لقريب. إذا انتصروا في معركة المدائن، وفتح الله تبارك وتعالى بلاد فارس، وأخرجهم من عبادة النار إلى عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. أيضا فتحت العراق، كان من الستة من أصحاب الشورى كما ولاهم عمر رضي الله عنه وأرضاه، بل قال عمر عندما عين الستة في عند مرض موته، قال: إن أصابت الإمرة سعدا فذاك. يقول: صحيح أني جعلت أنا الأمر في هؤلاء الستة شورى، لكن إن وقع الاختيار على سعد فذاك، فنعم الاختيار، فنعم الاختيار. قال: فإني لم أعزله، لأن عمر عزله، عمر عزل سعد عندما اشتكى هذا أسامة بن قتادة اللي دعا عليه سعد، عزله عمر، أن عمر لا يريد واليا عليه شيء من الكلام، وإن كان عمر يعتقد أن هذا الكلام كذب، لكن ايش حقه؟ مبدأ عمر الباب اللي يجيك من ريح سدة واستريح. ولذلك قال: وشهد لسعد في آخر حياته قال: فإني لم أعزله عن خيانة،
أو عن خيانة. أعلم صدق سعد وأعلم أمانة سعد وأعلم دين سعد وفضل سعد، فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك. اعتزل الإمارة. من مناقب سعد قبل أن نختم اعتزال الفتنة. أي فتنة؟ الفتنة التي وقعت بين المسلمين في خلافة علي بن أبي طالب. قتال الجمل قتال فتنة، إن هذه قاعدة عند أهل العلم. قتال الفتنة الذي يكون بين المسلمين هذا يسمى العلماء إيش؟ قتال فتنة. وقتال الخوارج يسمون إيش؟ قتال البغاة. وقتال الكفار تحت راية جهاد في سبيل الله. فاعتزل سعد، أخذ فرسه وذهب في الصحراء وابتعد واعتزل الفتنة. جاءه ابنه وجاءه ابن أخيه وقال يا عم، وهذا يقول له يا أبتي، الناس يقتتلون عليها على الإمارة وأنت والله أحق بها، وإن معك 100,000 سيف يجاهدون معك، بس قل أريد الإمارة نأخذها لك من علي ومن معاوية. أبدا، تركها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يقبل على هذا الأمر. حتى أنه قال عندما قيل له معك 100 سيف قال أريد 100,000 سيف، قال لا أريد 100,000 سيف، أريد سيفا واحدا إذا ضربت به المؤمن لم يصنع شيئا وإذا ضربت به الكافر قطعه. يعني يقول ما بمت سيف لكن عطني سيف يتكلم، يعني يقصد أن هذا فتنة، كيف أميز الكافر من المسلم؟ يقول عطني سيف يتكلم، إذا ضربت به مؤمن ما ضره وإذا ضربت به كافر قطع أقاتل معك، وأنى لهم بهذا السيف الذي يتكلم. لذلك ترك الفتنة، وهذه من أعظم مناقب سعد بن أبي وقاص، لم يشارك الفتنة، اعتزل كما اعتزلها عبد الله بن عمر، كما اعتزلها أبو سعيد الخدري، كما اعتزلها أبو هريرة، وجمع من الصحابة اعتزلوا الفتنة، لم يشاركوا مع علي ولم يشاركوا مع معاوية ورضي الله عن الجميع. وهذه الطائفة التي اعتزلت الفتنة هي الطائفة التي على الحق، أقرب الطائفة للحق لا شك، سال فتنة. فهذا من مناقبه رضي الله تعالى عنه وارضاه. يقول له معاوية عندما استقرت الأمور بعد 40 من الهجرة، عام الجماعة، عندما تنازل الحسن ابن علي لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه، يقول معاوية لسعد بن وقاص، يقول له ما لك لم تقاتل معنا؟ وين كنت قبل 5 سنين ما قاتلت معي في صفي ولا في صف علي؟ ليش ما شاركت في القتال؟ فقال سعد، شوف حكم، يقول سعد إني مررت، طبعا هو لم يجب معاوية إجابة مباشرة، أجابه بمثال لكن يتضح الجواب منه. يقول سعد إني مررت بريح مظلمة، جعل هذه الفتنة مثل الريح في ليلة ظلماء، قال إني مررت بريح مظلمة. طيب الإنسان العاقل إذا كان في سفر على جمل ودش في الصحراء وشاف عجاج وغبار وش يسمونه هذا العصير، طيب وأمر مخيف وظلام، هل من الحكمة أن يقف في مكانه ولا يسافر يكمل؟ إذا كمل مجنون، يجلس حتى تذهب العاصفة ثم يستمر. فيشبه الفتنة كذلك. فجوابه لمعاوية قال مررت بريح مظلمة فقلت أخ، يعني كأنه مسافر يقول لجمله نوخ أخ حتى تذهب هذه الريح، فقلت أخ واتخذت من راحلتي حتى انجلت عني ثم مشيت. انظر إلى عقله. فقال معاوية ليس في كتاب الله أخ. معاوية يرد عليه يبين له، يعني لا تلف الدور يعني يا سعد، خل جوابك صريح. فأعطاه الجواب الصريح الآن، قال ليس في كتاب الله أخ، ولكن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله الآية. وأنت يا سعد لم تكن لا مع الفئة الباغية التي يعتقدها معاوية أنها فئة علي، ولم تكن مع الفئة العادلة، فكيف؟ فقال سعد ما كنت لأقاتل رجلا، هو يدري سعد أن مقصود معاوية ما قاتلت معاي يعني ضد علي، فأعطى الجواب كما نقول على بياض، قال لم أكن لأقاتل رجلا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يعني هذا الجواب النهائي، كيف قاتل علي يا معاوية أو قاتلك أنت في هذا الفتنة. فاعتزل رضي الله عنه وأرضاه. أخيرا، عمر سعد بن وقاص
نال من العمر الطويل رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من فضل الله على العبد أن يطول عمره وأن يحسن عمله، وعنده من المال الكثير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعندما حضرته الوفاة ترك ماله ودعا بجبة، جبة نفس الثوب، ثوب، دعا بجبة من صوف بالية قديمة مكثت عنده ما يزيد على 50 سنة، هذه الجبة بالية من الصوف، فقال: كفنوني بها فإني لقيت بها المشركين يوم بدر. يوم غزوة بدر هذه كنت أجاهد فيها، كفنوني فيها حتى أقبل على الله وأنا في هذه العلامة العظيمة. وترى أيضا كان يفعله بعض الصالحين، كان بعضهم مثلا يتخذ ثوبا لقيام الليل مثلا، ففي يعني إذا حضرت الوفاة يطلب من أهله أن يجعلوا هذا الأمر في كفنه، يعني تفاؤلا وحسن ظن بالله عز وجل أن يقبل عليه بهذا الثوب الذي هو من آثار العبادة. فهنا سعد كذلك. ثم قال: ورأسه، وكان رأسه بحجر ابنه الباكي، ابنه حط رأسه في حجرة ويبكي على أبيه. قال: يا بني ما يبكيك؟ إن الله لا يعذبني أبدا. شوف الثقة. إن الله لا يعذبني أبدا، وإني من أهل الجنة. فقد كان إيمانه رضي الله تعالى عنه صادقا ببشرى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رضي الله عنه كانت وفاته 55 من الهجرة النبوية، وكان آخر المهاجرين وفاة. فاحفظ هذه، لو سئلت من هو آخر المهاجرين وفاة قل سعد بن وقاص رضي الله عنه وأرضاه، ودفن بالبقيع في المدينة النبوية. فرضي الله تعالى عنه ورحمه، وجزاه الله خير ما جازى مسلما عن هذا الدين العظيم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وغدا يوم 16، غدا لن يكون درس، ترتاحون شوية، ليكون عندي درس في خارج المسجد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في الأعمار حتى نلتقي على طاعته، والحمد لله رب العالمين.